خويا هذا الدراجي شاد خوتي ما قرم على عناش عليه. القاضي يا بلاتي خلي القاضي شاد الدراجي خوتي القاضي نظام شادهم ما عناش الحاج احمد ما عناش شادهم وزيدي ما عناش هاد الناس علاش شادهم ما عندهم ما حضر نقول لهم سيني وما عناش هاد الدراجي غيسيني. لا اله الا الله بارطاجيو معكم هذا الفيديو الاخوان كمل لا لا كمل صافي الوالده كي كتحسي كي كتحسي سيدي احنا محنين معذبين فيديوهات محنين سيدي الله يجعل ربي هو يدير لنا تاويل. شكون اللي باغي يهضر فيكم هنا؟ الشريفيه انت زوجة معتقل تفضلي لا لا قولي لي كيدوي على بلاد جدو وبوراقه وحجي والحجوج ديالو بكل شيء ليه كيمشي حتى للمحكمه وكيجيب الاوراق ديالو صحاح وكيزوروهم ليه وكيدوي ليه المارين مزورين جاو الناس تراموا عليهم تراموا على البلاد داو كيحرطوا فيها تعرض ليهم داو سيدي اعتقلوه داو جدرمي اعتقلوه واش الناس اللي كيدوي على حقه وكيدوي على بلاد جدودو وكان عايش فيها جدو وبراقي بكل شيء ليه كيعتقلوه عزه بالرادي خلي خلي البنات الصغار خلي البنات الصغار كيقراو ما عنديش باش نخلص عليهم راس الكور عاش الملك وكيدي عير اللبن كيبيع عير اللبن باش كيجيب لنا ما ناكلو خلى لي البهايم وخلى لي الدريات الصغارات وما عنديش انا ما عنديش امكانيات باش نخلص عليهم ترانسبور ما عنديش. بارطاجيو معنا الفيديو اللي جاتكم بخير شكون اللي دا لكم الارض ديالكم؟ اسيدي هاد البلاد اللي هاد البلاد اللي عندها الفلوس وعندها الطوموبيل هاد البلاد هاد البلاد هاد البلاد ديال قشل هاد اللي فيها القشله اللي معتقلين عليها اللي فيها واقف فيها الحاج احمد ودير فيها الديبوات ودير فيها كلشي مستغللها وبيع الزور هذا منير حنا ما كنعرفوش هذا منير ما كنعرفش حنا كنعرفو بلاد جدنا بوعز الراضي هادشي اللي كنعرفوها بوراقها بكلشي بوراقها بحجها بكلشي ليها دوسي ديالها ملي كان شي باهم الله يرحمو عندو الوراق وعندو الحجات ديالها معرض فيها باهم. سي محمد ابرطال كنحييك تفضلي لا لا كملي 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 اش باغا تقولي كملي. ايوا سيدي هادشي علاش قالت فينا كيمشيو للمحكمات داروا المحامين داروا كلشي كيلقاو الجهد فوق جهدهم بلاد جدودهم ماشي يهضروا بلاد جدودهم بلاد جدودهم وكيلقاو الجهد فوق جهدهم اللي مشى البيبان كلها مسدوده في وجوههم ناضوا اتفقوا عليهم اتفق عليهم الحاج احمد بوزيدي وهذا منير وداروا عليهم الشهود زور 12 شهر داروا عليهم داروا عليهم زور داروا عليهم باش اعتقلوهم هما مشاو عدوهم بتغشهم سعيد النظام داوهم قالوا عاودوا تقابلوا تولوا معتقلينهم حنا كنتسناو الناس كيجيو لقاو مسدين معتقلينهم. دابا ما عرفتش راجلك علاش مسدود ما عرفتش علاش معتقلي وقال لي سيني علاش غيسيني قال لي سيني تخرج ما تسينيش ما تخرجش سيني تخرج ما تسينيش ما تخرج هو القانون ديالو يمكن عرفناهم غيسيني وعلى الارض اللي ساكنين فيها ولا على البلاد اللي كي على النيزة ما عرفناش لا لا كملي لينا انت عاش الملك عاش سيدنا سيدي مشينا الله يطول عمرك مشينا للبلاد لقينا التاكتور كيحرس حبسناه ديال من تراكتور ديال المونير ديال المونير ديال الارض القشله ديال الارض القشله حبسناه ملي داو خوتي مشاو قال متى النهار الاربعاء وجيو ملي داوهم ما داوش جاو من تم عتقلوهم ما جاوش ما عرفتهمش علاش مشدودين ما عرفناهمش علاش شحال في عمر هاد الناس بعدا اللي مشدودين واحد راه عنده 80 عام 80 عام في عمره 80 عام اه ابراهيم عنده 80 عام ما عندوش حتى الصحه راه غادي يموت في الحبس راه غادي يموت مريض وعندو ولادو مريض راه غادي يموت في الحبس راه ما عندوش ودار ليه ولادو في الاعتقال دار ليه ولادو في الاعتقال وكل شيء الدار كامله خاويه الله يرحم ولادو كنشكرك بقاي بقاي لا لا بقاي معنا بقاي معنا الرسومه ديال البلاد هادو هما الرسومه ديال البلاد ديال البلاد هارب ليه ها منطرش مين اللي بهيمه ها انت راه بغيت تقرا وتسمع هارب ليه ولادو خافوا تعتقلوا تا هما تا هما حاط ليه ولادو وهو شدو في الحبس بهيمه ديري مرته ما كتعرفش مرته ما كتعرفش ولادو هاربين معرفين فين زادو الدور ولا القدام الوطن عبد المجيد فاش خدام مسكين ها عبد المجيد راه عاد شنو هو دابا الكاسكيطه البيضاء مسكين ابو يدي على البن ها باش معايش ولادو هذا ها هو سيدي حنا مشينا دوينا على عبدة اميمه هضري شنو شنو كمان اسيدي حنا مشينا على عبدة ديال بوعزة برادي جابوا لنا هذا منير جابوه لنا البلاد قالك شاري منين دخل منين دخل منين شاري الحاج احمد منين شاري بغيناها معدوم شي حجه يجبدوها بغينا يجبدوها بغينا يجبدوها كي كتحسي كي كتحسي قلبي كيتقطع لا يوصف قولي الاحساس لا يوصف ها كنحس بواحد الاحساس ظلم صلاه النبي ظلم 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 حنا ما عندنا فلوس هما عندهم فلوس حنا ما عندناش كانت عندهم القضاه وعندهم محاكم 2006 رساله مفتوحه الى وزير العدل هذه كانت ضد من؟ احمد البوزيدي
ما عندناش السلم. فينا هو الاخ؟ فينا هو الاخ؟ اجا اخي الكريم. اخي الكريم سمع السؤال ديالي، شحال من شكايه وجهتوا في هذا الموضوع؟ السلام عليكم. وجهوا شي خمسه الشكايات على قبل هذا المشكل تاع الدار حمو هادي، ارض تاع خاص تاع الدوله. ملك العام ارض سيدنا. سكوت اصاحبي، هذه الارض هذه تاع الدوله والوالدينا وجدودنا كانوا تيستغلوها مده تاع 46 سنه، كانوا تيكريوها مع محمد الحداوي، ومحمد الحداوي كان تيكريها لوالدينا حنا بدون سند. المهم كانت حنا عندنا الدليل بان والدينا كانوا تيتصرفوا 46 عام. جاء هذا السيد تيقولوا لي نظام سعيد كراها في 2003 وصلت 2008، سالا الاجل تاع الكراء، الدولة ما بقاش تكري الأرض. حنا هاد العام نضنا سرحنا فيها البهايم تاعنا، دخلنا البهايم تاعنا تيسرحوا في البهايم تيسرحوا فيها. جات السلطات المحلية قالوا لنا سيدي خاصكم تبعدوا منه وتعطيوا التيسع. من؟ لهذا السيد هذا. إياه. حنا قلنا اليوم سيدي بغينا نعرفوا حنا حاجة وحدة من هاد الأقوال كاملة، واش هذه دولة الحق والقانون كما حنا دولتنا؟ حنا نعم حق والقانون، بغينا نعرفوا هاد الحق والقانون. واش هاد 24 قطار ياخذوا الساكنه تطلع فيها الغنم تاعها وياخذها فرد واحد؟ واش هادشي يعقل ولا لا يعقل؟ مني غايجيهم شطر؟ حنا الساكنه كلها تطلع الغنم تاعها هنايا وتتسرق وتدور فيها، واش راجل واحد ياخذ 24 قطار؟ لا كان عنده شي دليل تاعو ياخذها. كان تاع الدوله تاع الملك العموم تاعنا نسرحوا فيها بهيمنا. حنا هادشي تنعرفوه، تعرفوا عاش سيدنا محمد السادس الله يرحم الحسن الثاني والله يرحم محمد الخامس لما ديروا معنا حل على قبل هادشي. هاد الناس اللي معتقلين دابا، هاد الناس معتقلينهم داروا لهم هاد البلاد وداروا لهم بلاد تاعهم، داروا لهم خبيله. خبيله ما تفهمش، ما فهمناش حنا الان، باقي ما فهمنا حتى شي حاجه من هاد الناس. راجل عنده 70 عام والاخر عنده مع 66 عام، جوج خوت وجوج زروا شيرشي، ما كاين لا ضرب لا جرح لا حتى شي حاجه، لان السلطات المحليه كتجي تحضر على اي مكان في اي وقيته. تجي السلطات المحليه، ما كاين لا ضرب لا جرح لا حتى شي حاجه. حنا قدمنا شكايه تاعنا، قدمنا 4 شكايات، ما جاوبنا حتى شي واحد. وهذا الشيء حنا بغينا نعرفوا هذه واش دوله الحق والقانون. كما تيقولوا تنقولوا حنا واش دولتنا؟ حنا دوله الحق والقانون، بغينا نعرفوا واش لا كان عنده الحق يعطيه ليه هو، كان عنده الحق يخليونا حنا. قول لي يا خويا دابا انتم قدمتوا الشكايات وما جاوبوكمش عليهم ياك، وهو قدم شكايه. عاقلين الناس دابا، جوج الناس، جوج رجاله كبار، جوج دراري صغار روشيرشي. هو قلنا اشنو هي المهنه ديالو؟ قاضي متقاعد. متقاعد كيستغل السلطه والنفوذ. شريفيه عندك شي زوج ديالك معتقل؟ تفضلي يا لاله قولي لي. يا راجلي. اييه. وكبير في السن. اييه. ما عنده صحه. اييه. طغى علينا فلوسه. شكون هو؟ نظام ساعي. هاكاك. عاش الملك. الله يخليني لنا سيدنا والحاج احمد. وزيدي. ونظام ساعي. هو وياه. شي شاهد في شي. شي كيشهد على شي، حنا ناس ضعافه وفقراء. وهذا الراجل تعداو علينا. مهرب لي شد لي راجلي في الحبس. مهرب مهدد لي وليداتي، رانا الدار خاويه انا فيها بوحدي. عاش الملك. واش درتوا ليه؟ ايوا دار اللي دار. طغى علينا فلوسه وحنا ناس ضعفاء، راه غلب علينا، دار اللي بغى. السلطه في يدو، كل شيء في يدو. جي ديما يهددنا في جدار من ولادي كلهم داعين هارب. شو هذا السيد اش داير لي؟ لا اله الا الله. محمد رسول الله. عاش الملك. عاش الملك. سمعتوا هذا الكلام ايها الاخوه الكرام؟ سمعتوا اللي عنده الفلوس واللي عنده احبابه في العرس واللي عنده المحسوبيه والزبونيه كيطغى على الفقراء. سمعتوا هاد الفقراء وهاد الفلاحين اش كيقولوا؟ سمعتوهم اش قالوا؟ هذه هي الفتنه، هذه هي الفتنه ديال بصح. تفضل اخويا. السلام عليكم. بغيت نوي نهضر القاضي نظام سعيد. طغى شاد لي اخويا اللي دابا مشاو على بلاد، تا ولاو شادا على بلاد، داروا لهم جوج ملفات. جدار ما يسمح شادهم، دار لهم جوج ملفات على امر الفلوس. ملي كيقول لهم علاش؟ قالنا لي علاش درتي لهم هذا الشيء؟ قال لك انا ما درتش. قال لك انتوما ناشفين ما عندكمش الفلوس. بحال هكا بحال هكا قال لهم، بحال هكا انا جودان. قال لهم ما عندكمش الفلوس باش. قال لهم علاش؟ هما دابا خوالي معتقلين على ارض كيتسرح فيها ماشي واحد ولا عشر، كيتسرح فيها 1000 ديال البشر. هو كيقول لهم لا، رئيس المعزول معيطين على القودات كيقول لهم هذو لا ما استيناوش لينا ما يخرجوش. واش نسينو عايشينو على الحطات؟ ممكن يسينو على الحطات يمشيو فين؟ غيمشيو يسكنوا عند عباد الله. وخالي ممكن عنده نزاع مع نظام سعيد على الارض ديالو. علاش؟ كاين شي واحد يعطيه ارض ديالو بغي يمشي يسكن وخلاها لي بوه. وحنا مختار، حنا مداعين على ارض في القشله خلاها لينا جدودنا،
وجا منير بالفلوس ديالو قال لهم شاد كان شاد واحد قال لك لا لا ما سيناوش ما يخرجوش علاش هذا كاين شي قانون ولا شي حاجه في البلاد كنطلبوا الله الله ينصر سيدنا الله ينصر سيدنا عيش الملك ديالنا كنشكرك استاذي الكريم على هذه التصريحات بقى شي اضافه صافي اخو شكون اللي باقي ما تكلمش واخا لا قول قول ابن ديال واحد كيقولوا ليه معتقل راه هي انا شدوا هذا هذا شكون اللي غيصير عليه ها هو مخلي هو امه ووليداته شكون اللي غيصير عليه ما راه قايش يشريو حتى خبزه هاد السيد حنا كنطلبوا من سيدنا هو يتدخل لينا حنا ما عندناش فلوس هاد نظام سعيد كنقولوا ليه عاش الملك كيقول لك انا هو الملك بحال هكا اه سيدي كيقول لك انا هو الملك كنحكم من طنجه للقويره هكا وولده في القدس كيهددنا به حنا اللي دوا كيجي بينا السلطات المحليه حنا ما عرفناش ما عرفناش شي تهضر على الدجاجه تهضر على الدجاجه كيجيب لك السلطات حنا ما عرفناش هادشي خويا واش هادي دوله الحق والقانون حنا كان دوله الحق والقانون كنسمعوها حنا كاع مطبقه عندنا في المغرب لا اله الا الله مطبقه عند الناس اللي عندهم فلوس لا اله سيدي انا كنوجه واحد النداء لصاحب الجلاله ملك الدراوش انا شاد لي با دابا في عمره 80 عام با مطليت عليه في واحد الحاله كتقول اي حاجه نقدر نديرها قال لي يا بنتي انا هاد الناس شدوني ما عرفت علاش مش على بلاد ديال جدودو صباح قال ليها على البلاد ديال الجموع با داخ ما عرف علاش قالوا لي دابا سيني ما عرفتش علاش يسيني داو بردزوه في الحبس وجاو لخوتي والوالده ما كتعرف لا فين تخرج ولا فين تدخل حنا بناتها ما فحالناش باش نجيو نعطيوها ما تاكل ولا نصيروا عليها دابا غير الدوار اللي كيجيب ليها ما كتاكل واش هذا يبلاد حق القانون هذا نظام سعيد راه تخاف بزاف وعندو النفوذ ديالو جدرميه ديالو السماح لا جودان ديالو رئيس قبيله سابقا حاج حمد بوزيدي اي كلمه قلتيها معزول وباقي كيكذب العراقي ما خصكش تقولها هما اللي خصهم يقولوا حنا دابا كنطلبوا من صاحب الجلاله يتدخل في هذه القضيه حنا ما عندنا غير ربي وملكنا ملك الدراوش وعاش الملك عاش محمد الثالث عاش محمد الثالث ملك دراوش كي كتحسي ملي كتقولي انا كنحس دابا في اي لحظه يقولوا لي باك مات حنا ما عرفنا با حي ولا ميت دابا كنقولوا لينا عايشين وخايفين قولي لي اي لحظه كنقولوا كيعيطوا يقولوا لينا الوالد مات وهذا السيد با مات ما عرفناش علاش غيموت ما عرفناش علاش غادي يموت با بارطاجيو هذا الفيديو خوتي هاربين دايرين عليهم روشي رشي علاش ما خاونين ما ضاربين ما جارحين وها القبيله كامله تشهد الا بغيتوا 12 شاهد في هذه القضيه كلشي شهد فيها الدراري واش ضاربين واش جارحين واش عمر جات عندكم الصحافه اختي هنا جاو لنا خويا فايتين ما جينا عندنا الصحافه هو بالضبط هو كيستغل اي حاجه هو عنده السلطات عنده الفلوس عنده كلشي واخا تشد ديكلاري الى الجدارميه كنقولها انا لا جدان هو كيقول لك هاد السيد انا قاري عدو ما يمكنش ليا ندافع على شي واحد انا استاذ ديالي استاذ ديالنا استاذ ديالي قال لك استاذ ديالنا حنا غير ما عرفناش اخويا حنا كنقولوا هاد النداء هذا صاحب الجلاله جات الصحافه وما جات الصحافه وخرجوا الجورنال وشراه الصباح كاين الصباح وكاين المستقل ما كاينش اللي درنا الصباح درنا الصباح درنا المستقل نيت على الدوله نيت اللي دابا عليها النزاع ملي خذا لينا درنا عليها هذاك فينا الصحافه وما كاين حتى شي حاجه الحاج الطيبي الحاج الطيبي انا عندي شكايه الوزير العدل راه عندي اللي بغيت نجيبها لكم كاينه راه كاينه شكايه وزير العدل تبعت الوزير العدل والو ما كاين حتى شي حاجه اللي يضموا عليه يضموا عليه يضموا عليه شريف فيا تعطيني شي كلمه والمراه حامله هاد المراه حامله هاد المراه راها حامله مسكينه والله يجازيكم بخير اخواني الكرام اخواني المشاهدين بارطاجيو هذا الفيديو هذا راه ظلم كبير وحيف كبير واستغلال للنفوذ واستغلال السلطه وسمعتوا هاد الناس اش كيقولوا واحد كيقول لهم انا هو الملك ديال هنا انا هو اللي كنحكم هنايا هادشي راه ديال الفتنه
هذا راه ظلم كبير وحيف كبير، راه بكل صراحه هادشي راه ما كيبغي لا الله لا العباد. وهاد المراه راه حامله وربما غيخسر لها بنادم، وانتم غتسمعوا اش غادي تقول. خذ لا 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 معدي علينا السيد، معدي علينا ما احنا ما عرفناش كاع شنو داير ليه. حنا كنبغيو نشرحوا بهيماتنا، ما كنلقاو حسابنا بحساب عباد الله. حتى قال لك راكم انتم مهددين، راكم كلشي معتقل، كلشي كلشي دابا ولا في الخوف. الوليدات صغار وحنا ما فحالناش وحاقرنا، ما عرفنا كي غنديروا مع هذا السيد، معدي علينا بزاف. كي تحسي ملي كتحقري واحد الحقره واحد الاهانه من لا يعقل لهذا السيد اللي هادشي اللي داير لينا. حاقرنا وعارفنا حنا ما فحالناش، وعارفنا حنا مساكن ناس دراوش راه داير فينا ما بغى، مهددنا في مرحلتنا ومهددنا. لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما يجعل ربي ياخذ فيه الحق. وكنطلبوا من سيدنا يعطينا حقنا. لا اله الا الله، شكرا لله. عندنا واحد المراه اخرى، هذه اختي الكريمه، تفضلي اختي. انا من الجيران ديال هادو، انا كنسكن في نفس المنطقه، حنا تعرضنا لواحد الاعتداء البلاد ديالنا وطرا مالنا عليها. اخت ديال الحاج احمد البوزيدي، وحنا السلطه ما كانتش معانا، وانا حاليا ضربت الاذن ديالي، وكان عندي دابا شواهد عاها مستديمه وما تعطانيش الحق ديالي. واش غنقول لكم، راجل حاليا تشد في الحبس، دوز 4 اشهر ونفس بحال هذا نفس الموضوع. دخلت لي وثيقه قال لي تسني فيها رئيس الجامعه الحاج احمد، رئيس الجامعه. وهذا الشيء كامل، هذا الشيء كامل كله اللي كيطرى لينا. انا باش دويت بهذه الكلمه لحقاش ان مضر ومتحق بيا ضرر كبير، وعندي 4 ديال الوليدات. هذا رئيس الجامعه وليداتي. مستغلنا هنايا بزاف، السلطه ما كيخليهاش دير خدمتها باش توقف معاك وتعطيك حقك. كنعودوا حنا مظلومين، كنعودوا حنا الظالمين. عمر شي ملف ما تحكم لصالحنا وتعطانا الحق ديالنا. انا دابا كنعبر لحقاش انا لاحق بيا الضرر بزاف 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 بزاف، الله اللي كيعلم. عاش محمد السادس. كنطلبوا يكون دوره، حنا عايشين في دوره الحق والقانون، بغينا كل مواطن ما يتاداش. حنا ولاد البلاد، حنا ولاد البلاد، ولينا حنا مقموعين وحده اخرين برانيين، ولاو جاوا باغيين يستغلوا لنا الارض ديالنا. انا راجلي حاليا معرض بزاف 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 ديال الحوايج، بزاف ديال الدعاوي، وتكرفسنا وتعذبنا وليداتنا جاعوا. وولدي فينا هو؟ فينا هو؟ ها هو هذا، راه خرج من المدرسه على قبل هذا الشيء، ما لقيناش باش نقروه، كرفسنا جوعنا عرانا حفانا. لا اله الا الله. ودابا عندي نيت جوج وليدات وهذه البنيه هنا، وانا حاليا مشيت للدارك وتعرضت للقمع وتعرضت للاعتداءات، وقالوا لي انت روشيرشي، وهذا الولد تا هو داروا لي روشيرشي، وتكرفسنا وتعذبنا وكيجيو وقفوا علينا وكرفسونا وعذبونا ومحنونا. حنا بغينا الحق، حنا بغينا الحق. حتى انا لحقاش انا حسيت الالم اللي دزت به، حسيت به هاد الناس هما الالم اللي تعرضوا لي، حسيت به. عاش محمد السادس، عاش حقنا. حيت الارض هذه كيقول لك انا كنشريها بواحد الثمن، وهي راح تساوي الارض، فهمتي؟ هاد الارض هنا تساوي الفلوس، علاش هو كيدير لنا هذا الشيء؟ دابا كتقدر يبيع لك واحد، كيبيع لك 100 متر كيدي فيها هو قطار، ما كنعرفوش مين كيديها، كيخلصك بواحد الثمن. بحال المثال كنقولوا 1000 ريال المتر، كيعطيك 1000 ريال المتر، ولكن في الوثائق كيدير لك 4000 5000. ما عرفناش حنا واش نواش كدير شي شكايه ما كتوصلناش اخويا. حنا كنطالبوا بسيدنا. عاش الملك، عاش الملك. عاود ذكرني بالعنوان ديال هنا. دوار الرواجعه، اييه، سيدي حجاج تيط من الليل، الدار البيضاء. شكرا شكرا. شكون اللي باقي ما تكلمش الاخ؟ مرحبا اخويا، مرحبا خويا. كنسمع كاين دابا الحراتي تا هو قاضي، كان رئيس المحكمه قديم، تا هو ريح رئيس البوزيدي المعزول حيدته الدوله على قبل هذا الشهر، دار لنا في ارضنا ديبو وكيعطيو علينا الفلوس. الوالده عندي انا مريضه، راه في نطيحه، راه عائلتي كلهم، راه بلادنا شادنا عباد الله كيحرتوا فيها. وشوف وكاينه شي ارض كتبيع بلا اوراق، كاينه الارض لهاد الملكيين كيديروا لها الناس 12 شهاد، واش كاين حيدا شي واحد؟ واش دابا اولاد عمتي انا جابوا لي مهندس والسلطه شراب ولد عمتي السم، جاو قالوا لي نحيدوا لكم الزيتون في ارضنا، ارضنا هذو ولاد عمتي، ودوز 4 شهور ظلما، ودار لنا كاميرا فوق الدار، شاد لنا عيالاتنا فوق دارنا تشد. كان شي شاطو دابا، ها هو شينا درنا. عندي شكايه للقيد، شكايه للرئيس، كيفاش غنديروا جدارميه معاهم؟ شاعوا جدارمي سميتو عمر والسماح، صيفطوا ولد عمتي ب 4 شهور، هاودوا ظلما، وعدوا التعرض للوراق ديالو في بلادو. واحد حفت جاب مراه زور على الوراق، جابوا حطوها بنا تمايا، وقال لهم انا عندي الوراق. كيدير هادشي؟ واش كاين شي قانون في الارض؟ الله يعيش سيدنا
عيس سيدنا الله ينصرو، راه حنا بغينا نشوفو سيدنا يتدخل لنا في هادشي، راه وقع علينا هادشي بزاف ونخويو مع حالاتنا نمشيو. انا راه ولاد خالي دابا جوج وباواتهم جوج، فين غنمشيو؟ كيفاش غن قلتي دير لكم الكاميرات فوق داركم؟ فوق دارنا غتشوفو 16 متر ديال العلو. واش كاينه شي كاميرا موبيل غيديرك وش واحد فوق الدار؟ راه بحال عندو المخدرات هذا. علاش؟ راه ضرينا بزاف، راه غنخويو غنخويو ديورنا غنخويوهم. كيخلينا نمشيو. واش بلادنا خلوها لينا جدودنا نخويوها؟ كيخلينا نمشيو ودوك الكاميرات كيراقبنا، كيخلينا نمشيو كنجي يدير لنا البلاد، دار لنا خدام ونص، وهذا السيد مشي جير محافظ 92 وقال لك حاجه زياده بقات عندكم. واش المحافظه ديال اش خلى مولات ديال سيدنا وكتعطي القانون للناس وكتعطيهم حقهم وكتعبر لهم بلادهم بالحق؟ هذا السيد قال لك لا انا باقي كنتساد وترى ما علينا وكرفسنا وعذبنا وكيجيب لنا الدارات. كاين لوبيات، كاين لوبيات تما رجالتنا للحبس كيبغوا يعتقلوهم بزاف. وحاليا دابا مشاني واللوبيات كاين في المحافظه، واحد من عائلته دابا وزيدي دايره في المحافظه، كتشي المحافظه كتقاتم. خلي المرض دابا حاليا الحمد لله هما مشاو ولدوا مارس داو الوراق ديالهم. دابا راه الاجراءات راه غادي ان شاء الله نتمناو يكون لينا حنا خير، لينا ولهاد الناس نتمناو حنا يكون خير. شكرا شكرا السيد هذاك. خويا انا كنطلب من النداء الله يجازيكم بخير، انا هاد السيد كاين لوبيات بزاف، كنمشي للمحافظة مشينا هاد القشلة وقالوا لنا مشيت عند المحافظة ودخلت عندها وقالت لي شوف هاد الأرض هادي، وهضرت معاهم في المحافظة وقالت لي شوف أخويا أنا أنتم رابحين هاد الأرض هادي، ومشينا وخدناها ونجينا لقينا تاني البيع وشنا فيها هادشي في المحافظة، لقينا هادشي دخلت أنا بين نفسي ودخلت وهضرت معاها وقالت لنا شوف أخويا وخدوا من التليفون تاعنا وقيت دوك الملف وباقي دابا الحال ولا ما شفتوش وقيتوا من التليفون. أنا هاد المشكل كنطلبوا من سيدنا يتدخل في هادشي، هادشي راه حق القانون.